في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليهما، في الحوار بين السيدة زينب صلوات الله عليها وبين يزيد، نفس السيدة تقول أيضا: والله لا تمحو ذكرنا، تقتلنا وتأسر البقية، أما ذكرنا يعني الإسلام هذا لا يمكن أن تقتله، لا يمكن أن تمحوه. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. عدنا القرآن الكريم، هذا وحي الله تعالى، وعدنا الأحاديث القدسية الشريفة، هذه أيضا وحي الله تعالى ولكن بصورة غير رسمية، وعندنا أحاديث المعصومين عليهم السلام، وهذه أيضا وحي الله ولكن بصورة غير مباشرة. هذني لا تموت، ويزيد ما يتمكن يقضي عليهن، وغير يزيد أيضا ما يتمكن يقضي عليهن. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا.